لمن لم يلحظوا أن هذه حلقة رعب، أقولها بصراحة ووضوح وصدق، هذه حلقة رعب. ولمن يتساءلون عن معنى المتحف الأسود، أقول بصراحة ووضوح وصدق، هناك متحف في هذه القصة ويبدو أنه أسود. ولمن لا يعرفون أنني رفعت إسماعيل أستاذ أمراض الدم المسن، وأؤكد هذا بلا تردد. قدمت لكم عددا من حلقات الرعب من قبل. ذات مرة جلسنا في الإسكندرية عاجزين عن العودة إلى القاهرة، وراح كل منا يحكي عن خبراته مع طراز معين من الرعب. في مرة جربنا طالعنا مع أوراق التاروت، وكانت نبوءاته كلها مما تتقلص له الأحشاء. في حلقة رعب أخرى قمت بإذاعة بضع حلقات من برنامج بعد منتصف الليل الذي يحكي فيه المستمعون عن خبراتهم المخيفة. ثمة حلقة تحدث فيها كل منا عن خبرته مع باب مغلق يكمن وراءه ما يخيف. وآخر حلقاتنا كانت مع جانب النجوم، حيث تنتظر المسوخ كي تحكم علينا أينا الأكثر شراً. إنه ذلك الأسلوب الذي أحكي فيه قصصاً قصيرة كحبات في عقد قصة أكبر تربط بينها جميعاً. ولعل أقدم المحاولات في هذا الصدد كانت ألف ليلة وليلة وقصص ديكاميرون للإيطالي بوكاتشيو. وفيما بعد اكتسب هذا النوع من القصص كالعادة مصطلحا مرعبا هو بورتامينتو، وهو مصطلح موسيقي أصلا. هناك شركة بريطانية اسمها أميكوس تخصصت في هذا الطراز من أفلام الرعب. ولماذا أقول هذا الكلام الفارغ؟ لا أدري، يبدو أنني لن أتخلص من هذه العادة الذميمة أن أذكر ما أعرفه حين توجد مناسبة لذلك. على كل حال، هذه هي حلقة البورتامينتو معذرة، حلقة الرعب السادسة. ماذا جرى فيها؟ من كان ضيوفها؟ أحسب أن الأمر صار واضحا الآن، فما دام هناك متحف أسود فالقصة لا تحتاج إلى شرح أكثر. هل جاء الجميع؟ جميل جميل، لقد ازداد عددكم 3 أو 4، لكن هناك وجه أفتقده. أين هو؟ ها هو ذا، أفسح له من فضلكم. إنه صغير الحجم ولن يسمع أو يرى شيئا وسط هؤلاء العمالقة الجالسين في الصف الأول. وأنت كم سنك يا بني؟ 10 أعوام. لا أعرف إن كان ما سأقصه الآن مما يناسبك. ستقول لي إنه كذلك، ولسوف تضحك ملء شدقيك، وبعد انتهاء القصة ستعلن في فخر أنها غير قادرة على إخافة قط صغير. أعرف هذا، أصدقه. لكنك ستعود لدارك وتخلو بنفسك عندها تفكر. مضحك هذا العجوز، ولكن كم يكون مخيفا لو حدث بالفعل أن... ثم تفكر قليلا، تقرر أن تبقي إضاءة الغرفة فترة أطول قبل النوم. إن القط الصغير لا يملك خيالا، أما أنت فتملك. أنا لا أتحدث عنك بالذات، لم أقصد أن أهينك، فقط قلت إنني أفترض. حسن، تريد البقاء؟ ليكن. والآن نبدأ حلقة الرعب السادسة، فصغوا إلي. إنه الخريف أخيرا، أنا أعشق هذا الفصل بحق وأعتبره أجمل فصول السنة في مصر. لو أنصف فريد الأطرش لغنى ودي الخريف عد من تاني، احتفظ أنت بربيعك بعواصف خماسينه والرمد الحبيبي الذي يحرق عينيك وجو الامتحانات المخيف الذي لا يعنيني في شيء، لكنه يسمم الجو بما يكفي بحيث تتقلص أمعاؤك كلما فتحت الشرفة لترى ذلك الطالب يقف بالفانلة الداخلية في الشرفة.
ممسكا بكتاب عملاق وهو يحك رأسه محاولا إيصال بعض الدم إلى مخه المكدود. انظر لليمين لترى جارتك الشابة تجلس على الأرض في الشرفة منكوشة الشعر مثل ميدوسا، وهي لا تنفك تحملق في الأفق محاولة تذكر مساحة كوستاريكا. أضف لهذا أغنية شادية، الشمس بانت من بعيد خارجة من المذياع. ليكتمل الجو الجدير بأفلام الرعب. لا من فضلك، إن عندي 1000 سبب لأكره الربيع، أما عن الصيف فلا تعليق. الشتاء يمكن أن يكون محببا لو لم تكن تمطر طينا في كثير من الأحيان، ولو كانت عظامي تتحمله. إنه الخريف، الفصل العذب الراقي الذي لا يلبس الميوه ولا يعطس في وجهك ولا يتنهد وهو يقطف الورد من المرج. كنت جالسا في الشرفة بعد الفجر بقليل، أتحسس لدعة برد محببة وأرشف الشاي وأتسلى بقراءة خطاباتي، تلك المجموعة المعتادة من الخطابات التي تهددني بخراب بيتي، أو تلومني على شيء لا أذكر أنني فعلته، أو تطلب أشياء يستحيل أن أفي بها. ثمة خطاب من ماجي أبقيته إلى النهاية طبعا، ثمة خطاب من ابن خالي في المنصورة، خطاب من شخص يهددني بأن يفضحني لأن عنده الوثائق كلها، طبعا لا أعرف حرفا عن الموضوع ومن حقي أن يفضحني، لكنني أرجو أولا أن يشبع فضولي. ثم كان الخطاب، كان مقتضبا إلى حد كبير لكنه أثار اهتمامي، وكان مكتوبا بالعربية بخط أنيق نضيد يذكرك يذكرك بالأسنان في إعلانات معجون الأسنان. يقول: عزيزي دكتور رفعت إسماعيل، عارف إن خبرتك كبيرة وإنك شفت كتير ولسه هتشوف أكتر، وزي ما بيقولوا إن الفلوس بتجيب فلوس، فالرعب كمان بيجيب رعب. كل اللي طلبه منك هو زيارة البيت المتواضع، ولما تيجي هتفهم كل حاجة. وفي نهاية الخطاب كان هناك اسم مازن أبو يوسف مطبوعا وليس بخط اليد، وتحته توقيع أنيق يصلح شعارا لأسرة من نبلاء القرون الوسطى، وكان هناك رقم هاتف يبدو أنه من الإسكندرية. طبعا لا يحمل الخطاب أي وعد ولا يقول أي تفاصيل، هذا بالضبط هو المثير فيه. أذكر منذ سنوات أن أمريكيا نشر في الصحف كلها يقول: إنها فرصتك الأخيرة، أرسل دولارا إلى العنوان التالي. هذا الإعلان لم يتضمن أي وعد من أي نوع، لهذا أرسل كل الناس تقريبا دولارتهم إلى العنوان المذكور، فلابد أن هذا العبقري الخبير بعلم النفس قد صار مليونيرا. هكذا وضعت الخطابات جانبا وانتظرت حتى يأتي وقت مناسب للاتصال، أعتقد أنه 10 صباحا، وطلبت الرقم المذكور. جاءني صوت مازن وقورا هادئا يتساءل عمن هنالك، فأخبرته. قال في سرور حقيقي: أنا حقيقي سعيد باهتمامك ده، أنا بحب الناس اللي ما بتوعدش بحاجة، وأنا بحب الناس اللي ما تستناش وعود. أيوة، بس أنا عايزك توعدني إن الموضوع مش تافه. أوعدك إنه مش تافه، أصل أحيانا الناس بتطلب مني أروح لهم عشان حاجة مهمة، ويطلعوا في الآخر عايزين رأي في دواء الإمساك اللي بياخدوه على الريق، ولا عشان محتارين يختاروا بين بنت خالتهم الجميلة الغبية ولا زميلتهم العقلة الوحشة. اطمن، أنا لا عندي إمساك ولا سني يسمح لي بالعواطف. كان التفاهم ممتازا كما ترى، وهكذا حصلت منه على عنوان داره، إنها في الإسكندرية كما قلت لك، لكني لن أذكر تفاصيل أكثر من فضلك. لا داعي لأن أقول كذلك، إن اسم الرجل وهمي. اتفقنا على يوم الخميس في 6 مساء، وهكذا عادت حياتي لانتظامها. لماذا قبلت؟ لا أعرف كالعادة، هناك هذا الخليط من الفضول والشعور بالوحدة
والرغبة في جمع الخبرات الجديدة كدأبي، دعك من حدسي الخاص الذي قال لي إن هذا الرجل ليس أحمق. أما السبب الأكبر والأهم فهو أنني لم أرى الإسكندرية منذ فترة، وأنا مغرم بالإسكندرية في الخريف والشتاء كما تعرفون. في السادسة مساء دققت الجرس. هل وصفت لكم المكان؟ لا؟ حسن، الأمر هو البساطة ذاتها. فيلا أنيقة من طابقين، لها طابع فيلات الستينيات الذي لا تخطئه العين، ومن الواضح أنها حديثة البناء، ذوقها راق بلا شك، وذلك الحرص الموسوس على استخدام اللون الأبيض في كل شيء. إنها تذكرني بفيلا الدكتور سامي إلى حد ما، مع فارق هائل في الثراء طبعا. إن دكتور سامي يربح الكثير كما هو واضح. يجب أن أذكر هنا أنه لا يوجد بواب ولا حراسة، أنت تدخل بحريتك كأي لص عبر البوابة المفتوحة، لأنه لا أحد يجيب على الجرس. تمشي في ممر طويل مرصوف بحجر الإسكاف بين أنواع من الأزهار يؤسفني أنني لا أعرف ما هي. إن الأزهار بالنسبة لي حمراء وصفراء وبيضاء، برائحة أو بلا رائحة، لابد أن لها اسما مثل الدلكونيا أو أي شيء من هذا القبيل. وفجأة رأيته أمامي، أسود اللون، يتطاير الشرر من عينيه، يكشر عن أنيابه بينما انتصبت شعيراته كلها، وهو يقف تلك الوقفة التي تباعد بين السيقان قليلا ليكسب مساحة ارتكاز أكبر، كما يفعل أي لاعب جودو محترف قبل المواجهة. كلب دوبرمان شرس المظهر يذكرك برجال العصابات، يقف في الممر منذرا بالويل عندما تكف الكلاب عن هز ذيولها وتصدر ذلك الزئير المكتوم. تكون لحظة المواجهة قريبة جدا. تصلبت حيث أنا وقلت له أنا أتراجع خطوة للوراء حتى انغرست قدمي في حوض الدلكونيا. اهدى اهدى يا غاب انت، انا مش عدو، اهدى. ونظرت للارض كي لا استفزه، لكنه وصل التحرش. لا مفر من هنا وعلي ان اتصرف. دنا مني قليلا فتذكرت القاعده القديمه، من يستطع مداعبتي ما تحت ذقن الكلب يكسب وده، لكن لا تربت على رأسه أبدا لأنه يفترض أنك ستضربه. هكذا مددت كفي كأنني متسول تحت رأسه، محاولا أن أنزل بها تحت ذلك الفم المخيف. اهدى، بالراحة، كلب لطيف، كلب لطيف. أين ذهب هؤلاء الحمقى؟ كدت أقترب أكثر حين دوى الصوت بمكان ما. لا لا لا، ما تحاولش ما تحاولش، اوعى تصدق كلام الكتب. نظرت الى مصدر الصوت فرأيته، وكان قادما بسرعة وحزم نحو الكلب. بس يا نصفيراتو، خلاص ده صاحبي. نصفيراتو، ما شاء الله، انه اسم مناسب جدا، لكنه يحمل نذيرا ما. لا احد يسمي كلبه نصفيراتو ما لم يكن هو الكونت دراكولا نفسه. تصلب الأخ نصفيراتو وهو ينظر لصاحبه مترددا نظرة البلطجي الذي يقول: دعني ألتهم حنجرته هذه المرة فحسب، سأكون كلبا مطيعا في المرة القادمة. ثم قرر أن يستسلم وبدأ يهز ذيله. على حين تقدم السيد مازن ليربط على عنقه وأطبق أصابعه على الطوق، على حين رحت أحرر قدمي من حوض أزهار الدلكونيا، وقال لي وهو يحك عنق الكلب بعنف: أنا طبعا بعتذر على الاستقبال ده، بس ما تصخش قوي في موضوع التحسيس تحت دقن الكلاب ده، وبالذات مع كلاب الدوبرمان. كان لازم تربطه كويس، أنا مواعيدي مظبوطة، ولو ما كنتش حسيت بينا كان زمانك لقيت شوية عظم وكلب عنده عسر هضم. يا ريت بقى ننسى اللي حصل طالما ما حصلش أذى. ماشي، بالمناسبة واضح إنك بتعرف تزرع الدلكونيا كويس. أزرع إيه؟ لا لا ولا حاجة،
وأشار لي في تهذيب، فتقدمت عبر الممر إلى باب الدار نفسها. طبعا كنت مشغولا بالكلب فلم أصفه لك، الرجل للكلب طبعا، وهذه مهمة سهلة. كان ضئيل الحجم دقيقا إلى حد لن تصدقه ما لم تره، له شعر أبيض تماما مما يوحي بأن هذا ليس شيبا عاديا، إنما هو أمر يتعلق بالجينات. له شيء مبهم أبيض على شفته العليا، فلا تستطيع أن تتذكر إن كان بشارب أم لا. عوينات؟ لا، إنه ينزعها ويضعها 10 مرات في الدقيقة، فلا يمكن أن تصفه بامتلاكها. أما عن السن فهو من الطراز مشدود الجلد الذي لا يشيخ بسهولة، لذا يصعب التكهن بسنه. لكن لو تذكرنا كلامه عن العواطف فلا أستبعد أنه تجاوز 50. أضف لهذا 10 سنوات لأنني أحمق كالعادة، فلا بد أنه في 60 إذن. كان يلبس الروب القصير اللامع وتحته ربطة العنق حتى لا يذكرك بالأوغاد في السينما المصرية، أعني من يمثلون أدوار الأوغاد طبعا، الذين يقشرون التفاح ويصبون الشمبانيا ويخدعون الفتيات البريئات طيلة اليوم. البيت راق جدا وجدير بمظهره الخارجي، لا أعرف كيف أصفه لك لأنه من الطراز المبهر الذي ينسيك التفاصيل. على كل حال نحن لم نأتي لشرائه، لا داعي لإطالة الوصف. فتح جهاز تسجيل ما لتنبعث أوبرا مادام باترفلاي، ثم استرخى على أريكة مريحة واضعا ساقا على ساق، ومد يده إلى علبة سيجار فقدم طرف واحد وعرض علي واحدا، لكن صحتي لم تعد تتحمل هذه التربيدات. قال وهو ينفث السحابة كثيفة في الغرفة: خد راحتك، أنا هنا لوحدي. هي المدام متوفية؟ مش لازم، ممكن أكون مطلق أو عازب. تشرب حاجة ساقعة؟ ياريت. لكنه لم ينهض، هذا رجل يتقيد بحرفية الكلمات، كأنه كان يسأل للعلم فقط وليس للاقتراح. دار بعدها الحديث في كلام فارغ، وما أكثر الكلام الفارغ في هذا العالم، ربما نصف ساعة أو أكثر. ثم إنه استرخى في مقعده أكثر وقال لي وهو يعيد إشعال السيجارة: أنا طبعا ما طردتكش عشان كده، القصة يطول شرحها، وإنت طبعا عندك خبرة كبيرة في عالم ما وراء الطبيعة. بصراحة ما حدش يقدر يقول كده على نفسه، وأعتقد إن جهلي بيزيد يوم عن يوم في الحاجات دي. تقدر تقول إني فقدت غرور الشباب واكتسبت كآبة الشيوخ وعلمهم بحدود إمكانياتهم. يبقى خلينا نقول إنك مهتم جدا بالعالم ده. برضو لأ، الحكاية كلها إن أنا ببقى الشخص الغلط في المكان الغلط في الوقت الغلط، وكنت بنجو لأن أجلي مجاش، مش شطارة مني يعني. كنت أعرف خيبة الأمل التي تسببها كلماتي هذه لمن يسمعها، لكن الرجل لم يبدو متأثرا بما سمع، إما أنه يعتبرني كاذبا أو أن هذا لا يحدث فارقا. ياريت ندخل في الموضوع على طول، أنا ما جيتش لحد اسكندرية عشان أشرح وجهة نظري في الحياة، وكمان اخترت أننا نتقابل الساعة 6 عشان ألحق أرجع بدري لأن السواقة مرهقة جدا. معك حق، أنا عشت حياتي كلها بطارد أسرار ما وراء الطبيعة، أنت كنت بتتورط فيها بالصدفة أو بحكم الشهرة، بس أنا كنت بدور عليها، جربت كل حاجة، وده لأني كنت بدرس فلسفة. أها فهمت، علاقة قوية جدا فعلا. أنت بتتريق عليا، لكن أنا كنت شايف أن أحسن طريقة لفهم الكون أني أفهم اللي ورا الكون، يعني إحنا مين وبنعمل إيه هنا. لو الفلسفة بتحاول تفهم الجدار فأنا كنت بحاول أشوف اللي ورا الجدار، وبصراحة ما فهمتش حاجات كتير لأن الإجابات بقت عملة نادرة، لكن أكتر حاجة قابلتني كانت الرعب، والحاجات الغامضة بتبقى مخيفة يا دكتور رفعت، مخيفة ومش فاهم إيه سبب ده. في هذا كان أحمق، نحن نخاف ما لا نعرفه، كل حمار جر يعرف هذا،
انظر إلى عيني طفل في الخامسة تطلب منه أن يصافح عمه، عمه الذي يراه الآن للمرة الأولى. انظر إلى بدائي من صحاري استراليا يرى التلفزيون لأول مرة. راقب عيني طالبة يستوقفها غريب في الشارع ليسألها عن شيء ما، سوف ترى دوما تلك النظرة، نظرة الأرنب الخائف الذي يفر ليختبئ منك وقد رآك قادما. وطبعا دورت على عملتك النادرة وسط اضطراب الرعب. حاولت بس برضو ما فهمتش قوي، وعايز أسألك بعد كل الخبرة اللي عندك يا ترى فهمت أكتر؟ تهيألي أنا حذرتك من أنك تجيبني لحد اسكندرية عشان تكلمني عن أفكارك الخاصة ولا إيه؟ أنا ما فهمتش كتير عن عالم ما وراء الطبيعة، لكن فهمت كتير عن فلسفة الرعب، ولو قررت أكتب في الرعب كنت أبقى أشطر من بو نفسه. وفي رأيي أن الرعب ليه 6 تيمات أساسية، تقدر تقول أن حصن أمنك النفسي ليه 6 بواب ممكن يتم اقتحام أي باب منهم في أي لحظة، وعشان تبقى في أمان لازم تجهز عدتك. أمني النفسي هيبقى بخير لو حضرتك تكرمت ودخلت في الموضوع. أنا بكتب كتاب عن سيكولوجية الرعب، وده مش مجرد كتاب، ده مشروع العمر، وهيبقى له مكان على رفوف أي مكتبة محترمة، زيه زي الوجود والعدم، تفسير الأحلام، وعن حركة القلب. لاحظ أني ما بتكلمش عن الكتب الدينية، وأكيد مش هقول أني بلغت الكمال إلا لو أخدت رأي خبير في الرعب زيك. لو تكرمت وجيت معايا الدور التاني هتفهم أنا عاوز إيه منك. نهضت بصعوبة ومشيت معه، إنه يتجه إلى درج خشبي أنيق يصعد فيه، ومن موضع العالي هذا اختلست نظرة فهمت بها جغرافية المكان وإحداثياته. هذه فيلا كأية فيلا أخرى، وإن لم يكن صاحبها ثريا جدا، ذوقه راق بحق لكنه ليس مفرطا في البذخ. هناك ممر، والممر يقود إلى قاعة واسعة في نهايته. ابتسم وقال لي وهو يعالج الباب: ده مكتبي، هتحب المكان. بالفعل كان في الداخل مكتبة، لكني لم أحب المكان. غرفة مكتب واسعة هي، تزدان جدرانها بالكتب من الأرض إلى السقف، كل الكتب مجلدة بعناية دون كتابة على كعوبها، لكنها مراجع ثقيلة يمكن أن تكون عن القانون المدني أو الفقه الإسلامي أو الفلسفة الإغريقية أو تشريح الرقبة أو حتى مجلات ميكي منذ صدورها حتى اليوم. يوجد مكتب مهندم عليه بعض الأوراق، وثمة إضاءة خافتة جدا، لقد أعد هذا الضوء بعناية كي يسقط على وجه الجالس أمام المكتب بينما يظل من خلفه في الظل كما يفعل رؤساء منظمات التجسس في القصص الرديئة. طبعا مع غرفة مكتب مثل هذا أتوقع أن... بالفعل إن الرجل يتجه إلى مكتبة جدارية عملاقة فيلفها، إنها تتحرك حول محور رأسي لتفتح كالباب. لقد صار هذا المشهد مملا، خلفها توجد قاعة لا أعرف ما فيها. وقف على باب القاعة وقال بطريقة مسرحية: ده مقري الخاص يا دكتور رفعت، أنا بقعد هنا أكتر ما بقعد في مكتبي. دخلت القاعة في حذر، يمكن أن أقول تقريبا إن طولها 6 أمتار وعرضها 4، تذكرني إلى حد ما بمتحف علم الأمراض في كليتي أو أي متحف عموما، والسبب هو تلك الواجهات الزجاجية المتراصة بطول الجدارين، ثمة رائحة عضوية قوية، وأنا أكره تلك الروائح التي يكون مصدرها حيوانيا أو آدميا، إنها تثير تقززي نوعا. أما سبب الجو الخانق فهو أنه لا توجد نوافذ هنا، هناك جهاز تكييف لكنه يعمل بأقل طاقة لديه. طبعا لازم يكون في تكييف وإلا العينات هتبوظ مع إن الجو كويس، أنت فاهم طبعا. الإضاءة خافتة تنبعث من مصابيح جدارية مركبة بحيث ينبعث الضوء منها لأعلى، راسمة مثلثات مخيفة من النور على مسافات منتظمة، لكنها تنعطف بعض الشيء على الواجهات
فتلقي عليها ضوءا بخيلا لا يزيل الغموض. هناك لوحات على الجدار، لوحات تذكرك برسوم دالي السريالية العجيبة التي تمزج المقاييس التشريحية الصارمة بتشوه الهلاوس. لم أستوعب ما أراه، فوقفت هنيهة صامتا ثم قلت: إيه المكان ده؟ زي ما يكون متحف. هو فعلا متحف، أغرب متحف في العالم. ده المتحف الأسود. لم يكن الاسم غريبا علي. هناك متحف أسود في سكوتلاند يارد يضم آثار الجرائم التي حيرت رجال الشرطة في الماضي، لكن من الواضح أن الأمر يتعلق بتشابه أسماء لا أكثر. دنوت من الواجهات الزجاجية متوجسا، فأدركت أن محتواها يناسب هذا التوجس. في الواجهة الأولى ثمت يد بشرية، يد مبتورة عند المعصم محفوظة في سائل الفورمالين. هذا جميل، وربما هو من المناظر المبهجة بالنسبة لطبيب مثلي، لكن ما يثير الحيرة وربما الرعب هو تلك الأصفار الطويلة الشبيهة بالبخالب التي تخرج منها. وعلى الزجاج كانت صورة رجل وقور يبتسم. هل هذه يده؟ إذا لماذا يبتسم؟ في الواجهة الثانية لا يوجد شيء مخيف باستثناء هيكل عظمي كامل، هيكل متآكل يبدو عليه القدم. لكن لحظة من فضلك، ثمة خطأ هنا. إن له أنيابا حادة قاطعة بدلا من الأسنان. هناك قفازان من الجلد الأسود في واجهة ثالثة. هناك مادة هلامية متجمدة كأنها شمعة عملاقة ذابت كلها. هناك قطع من مادة حمراء كأنها مشعة أو كأنها حجر كريم. ثمة عباءة في واجهة، ومجموعة من أوعية حفظ العينات كما في متاحف علم الأمراض. هناك كلب محنط يقف متحفزا في إحدى الواجهات. لا شيء يميزه غير أن لونه أحمر بالكامل كأنه الدم. هل تم طلاؤه؟ الخلاصة أنني لا أستطيع استيعاب كل شيء بهذه السرعة. في انبهار التفت إلى الرجل الذي كان يرمق دهشتي وقلت: مجموعة مثيرة، بس أنت ما خدتش مني رسوم الزيارة. بعدين دي حاجات ممكن تستنى. عموما القصة كده واضحة، انت قضيت حياتك بتجمع اثار عالم الرعب اللي ما نعرفش عنه حاجة. بالظبط كده، وكل وجهة من دول ليها قصة مثيرة اتمنى لو تسمعها وتفكر معايا. الرعب بيجي منين وايه سره؟ عقدت ذراعي على صدري وانتظرت ما سيقول. لما لا؟ انا متأكد من ان هذا الرجل ليس دكتور لوسيفر وليس خصما قديما لي. لقد صرت ذا خبرة في هذه الأمور. إنما سيقصه علي قد يكون مهما لأقصى حد، وقد يكون مجرد تفاهات. هكذا بدأت حلقة الرعب السادسة، وكان مقدرا لي ألا أعود إلى داري في تلك الليلة كما توقعتم. الواجهة الأولى، حكاية الرجل الذي أجاد دوره. وقف مازن ينظر إلى الواجهة الأولى من نهاية القاعة. لم تكن شيئا خارقا للعادة، فيما عدا عباءة سوداء قديمة مغبرة تمزقت بعض أطرافها معلقة في إهمال على غصن شجرة. طريقة عرض أراها كثيرا في محلات وسط القاهرة، ولا أرى فيها شيئا غريبا. قصة العباية دي غريبة شوية، وعشان أوصل لها وأعرف قصتها سافرت ترانسلفانيا. القصة كده واضحة، ترانسلفانيا وعباية سودة. انت أكيد بتتكلم عن مصاص دماء، يمكن الكونت دراكولا نفسه. طبعا أنا مش ناسي إنك محترف وعندك خبرة، بس أراهنك إن القصة دي هتعجبك. هي بتمثل تيمة معينة من الرعب، رعب الغفلة، الرعب اللي هو من نوعية الحكاية كانت واضحة بس أنا ما خدتش بالي وقتها.
الدخان بيخف ببطء ومعالم الجسم بتبان، وبعد ما الدخان يختفي تماما بتعرف انك واقف قدام الشيطان. وقتها بتعرف ان الموضوع كان واضح من البداية، وتقول ازاي ما فهمتش الا في اللحظة الاخيرة. القصة بدأت من فترة في ترانسلفانيا. جوناثان بيكر مخرج شاطر ويعتبر واحد من جيل الصبيان المزعجين في السينما الأمريكية، واللي معروفين بالذكاء والنشاط وإنهم قادرين يحققوا أفضل نتيجة ممكنة بالميزانية المطلوبة في الوقت المطلوب، ولكن ما تتوقعش منهم عبقرية. كان الفيلم اللي هيتصور فيلم من أفلام مصاصين الدماء، الفامباير. لما المنتج المنفذ عرض عليه السيناريو بص عليه بسرعة وقال له ما بقاش في حد بيحب أفلام مصاصين الدماء الفامبايرز يا ولي، شركة هامر انهارت. بس عملت محاولات تجديد كويسة. بس انهارت، والناس ما حبتش محاولات التجديد لأنها ما كانتش مألوفة بالنسبة لهم، وبعدوا عن أفلامها التقليدية لأنها كانت مألوفة بالنسبة لهم. في لحظة معينة الجمهور بيقرر فيها إن اللعبة انتهت، ومحدش بيعرف السبب. الناس بقوا بيحبوا الرعب الأمريكي أكتر بعد ما قدمنا طرد الأرواح الشريرة وطفل روزماري. انتهى الرعب البريطاني أبو تكاليف رخيصة، رعب الأحمر والأسود. ما بقاش حد بيخاف من راجل مركب أنياب بلاستيك وبيزقر بوحشية. دلوقتي عصر الرعب الأمريكي، رعب الأخضر والأزرق والميزانيات العملاقة والمؤثرات اللي مش هتصدقها لو ما شفتهاش بعينيك. مش عارف يا ولي، أنا لسه متردد. ده السيناريو، عايزك تعمل منه حاجة ما حصلتش. Take it or leave it. خليك عارف ان في مخرجين كتير يتمنوا فرصة زي دي. خلاص يا ولي، انا هخرج الفيلم ده. وكعادة السينما الامريكية الميزانية كانت سخية جدا. الجديد بقى ان التصوير هيكون في ترانسلفانيا، في قلعة الكونت دراكولا. وصل فريق العمل هناك وجهزوا المعدات، وكان الجزء اللي هيتصور في ترانسلفانيا هو الأصعب في التصوير، عكس جزء الولايات المتحدة اللي كان سهل وبيتلخص في مجموعة علماء بيتناقشوا في شك وست جميلة خايفة في أوضة نومها إلى خيلخ. السيناريو كان عبارة عن سايح أمريكي بيتوه في قلعة الكونت دراكولا، فبيصرخ ويحاول يخرج لحد ما يتعب وينام. أخ، ازاي الغبي ده ما خدش باله انه نام في البدروم؟ ازاي ما كانش عارف انه نايم جنب تابوت الكونت دراكولا؟ التابوت اللي فشل كل اللي دوروا عليه انهم يلاقوه، بس هو لقاه لحسن او لسوء حظه. دلوقتي بدأ الكونت يشم ريحة اللحم البشري وانتعشت خلاياه. بيقوم الكونت ويرفع غطى التابوت وبيستولي على روح الأمريكي، بس هو لسه ضعيف ما يقدرش يسيب القلعة. وبعدين بيبقى الأمريكي خادم للكونت اللي بيكلفه يجيب ناس للمقبرة، عشان في طقوس معينة لازم تتم فوق تابوت الكونت عشان ترجع قدراته كاملة. طبعا الضيوف بيبقوا فاكرين كل ده هزار، بس الأمريكي بيكون هو الوحيد اللي عارف معنى اللي بيحصل. وفي لحظة مرعبة بيتحرر دراكولا ويرجع قوي زي ما كان، وينقض على الضيوف ويخلص عليهم، وبيخرج للعالم ويعدي المحيط للولايات المتحدة. بس كان جوناثان عارف ان الجزء ده ما فيهوش جديد، وممكن شركة هامر تقدمه بسهولة او تكون قدمته فعلا في الافلام الكتير اللي عملتها عن دراكولا. حتى مساعدته الجميلة ويلما قالت له كده وهي قاعدة بتتأمل القلعة اللي كانت عاملة زي الكابوس وسط الضباب من بعيد. أنا عارف، بس مراهن على كذا حاجة. أولاً شخصية دراكولا مش هتكون سطحية زي أفلام هامر، وهنبعد عن النمطية بتاعتهم. دراكولا اللي هنقدمه هيكون شخصية ثلاثية الأبعاد ما تقدمتش في السينما قبل كده. ثانياً أنا مراهن على المؤثرات القوية اللي هنقدمها، ودي ما يقدرش عليها البريطانيين. ثالثاً هحاول أستفيد من أخطائنا هنا عشان أصححها في الولايات لما أرجع. ده غير ان الكونت يقدر يعمل حاجات مرعبة فعلا لما يروح هناك. حددت اماكن التصوير جوه القلعة؟ خلي بالك، تصريح الحكومة الرومانية مش هيفضل للأبد. ما كانش قادر يعترف لنفسه انه محبش القلعة دي،
وكأن شخصيتها كئيبة. ده يعني لو الأماكن كان لها شخصيات. القلعة دي ليها وجود نفسي ما فيه شك. المهتمين بالأمور دي بيقولوا إن أي مكان حصل فيه مذابح بيبقى له الوجود النفسي ده، وعشان كده فضل يأجل التصوير جوه القلعة، وكان بيضيع الوقت في تصويرها من بره مع إنه كان المفروض يستمتع بكآبة القلعة. دي حاجة تلهم أي مخرج رعب، بس الحقيقة إنها كانت كئيبة أكتر من إنها تلهمه أو تبسطه. لسه مستقرتش على اللي هيعمل دور دراكولا؟ هلاقيه، ما تقلقيش. كان مساعد جوناثان الروماني المسؤول عن الجزء الروماني من التصوير شاب متحمس اسمه إيزاك. كانت مهمته يقابل اللي بيتقدموا عشان يمثلوا ويطلب منهم يقروا كم سطر ويهز راسه ويوعدهم إنه هيتصل بيهم. الوقت كان بيعدي وجوناثان قلقه بيزيد، بس ما كانش عنده استعداد يتسرع، وهو ده السبب اللي خلاه قلقان ومتوتر. دي أول مرة أدي دور مهم ومحوري لشخص أول مرة يقف قدام كاميرا في حياته، مجازفة مرعبة. وعشان كده مش لاقيين حد ينفع لحد دلوقتي، ما حدش فيهم عرف يقرأ ولا سطر واحد. الوقت بيعدي واليوم بيكلف مبالغ، وبدأ يفكر يجيب ممثل روماني أو أمريكي محترف ينقذ الموقف. وفي اليوم الثالث جاله إيزاك وقال له: لقيتها، قصدي لقيته. مين ده؟ الممثل اللي بندور عليه، الكونت دراكولا. تعال معايا حالا. جوناثان ساب اللي في ايده وراح بسرعة المكان المقطورات، لقى مجموعة واقفين حوالين راجل طويل. من أول نظرة عارف إنه هو ده. كان ليه هيبة وشكله أرستقراطي، والأهم إنه مش شبه كريستوفر ليه، ودي ميزة مهمة لو عايز تختلف عن شركة هامر. مستر يوجين أولاف، مدرس على المعاش، بيحب التمثيل وعايز يمثل. جوناثان فضل يلف حوالين الراجل بطريقة المخرجين غير الإنسانية، كأنهم بيتعاملوا مع قاعدة حمام أو مضخة مية. كانت ملامح الراجل حادة ونظراته القوية لا تقاوم. هو بيعرف يمثل؟ ترجم إيزاك كلام جوناثان للرومانية، فنفش يوجين صدره وقال له بلهجة فظيعة: أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. ومثل مونولوج هاملت اللي كان حافظه كويس. المبهر إن ملامحه كانت بتعبر بصدق أكتر من لسانه، لدرجة إنك ممكن تتابع الحوار من عينيه. أنت تعرف هاملت؟ هايل. كنت بدرس الأدب الإنجليزي زمان، وبتكلم إنجليزي كويس يا بوس. بصرف النظر عن اعتقاده أنه بيتكلم إنجليزي كويس وأنه بيقول لجوناثان يا بوس، ودي حاجة ما عجبتهوش خالص. جوناثان كان حاسس أن الحظ خدمه أنه يلاقي ممثل كويس، ومع شوية تدريبات الناس هتتكلم عن المخرج العبقري اللي اكتشف ممثل هايل مع أنه أول مرة يمثل. يوجين أولاف هيبقى حديث هوليود لحد ما الناس تنسى الفيلم، وقتها محدش هيهتم بيه. قدر يوجين يثبت انه ممثل بالفطرة، كان مطيع ونجح في كل اختبارات الكاميرا واخد دروس في الإلقاء، وما كانش مطلوب ان لكنته التقيلة تختفي، بالعكس كان مطلوب انها تظهر اكتر. ده غير انه ما تكلمش في الماديات وقبل المبلغ اللي عرضوه عليه، وكان مبسوط ان باقي الفيلم هيتصور في الولايات المتحدة. مساعد الانتاج راح البلد مع مساعد المخرج واشتروا حاجات ضرورية للشخصية، ولقوا عند واحد من الغجر عباية سودة تنفع للدور وقلادة شكلها غريب. واخيرا جه اليوم الموعود ولبس يوجين الهدوم السودة والعباية، وكان كل اللي يشوفه يحس برعشة وخوف. مش هحب ابدا اكون ماشي في مكان ضلمة ولاقي الراجل ده قدامي. عارفة ده معناه ايه؟ معناه اننا هننجح، هننجح. المشهد كان ان الكونت دراكولا نايم في التابوت وبدأ يستعيد قوته، وكان التابوت القديم ده موجود في القبو من زمان، وعجب المخرج لانه من طراز فريد. كان تابوت حجري تقيل وعليه نقش قوطي، وعشان تقدر تحرك الغطا بتاعه هتحتاج 3 رجالة، والاهم انه كان فاضي. الغريب ان يوجين رفع رجله ودخل جوه التابوت كأنه بيعمل كده طول عمره،
والتابوت كان مناسب ليه بالظبط، زي الأسطورة الفرعونية أوزوريس لما ما كانش حد في الحفلة كلها جسمه مناسب للتابوت غيره. أكيد طبعا المخرج وطاقم التصوير كانوا مبسوطين من كل الصدف دي، في رأيي إن كان فيه علامات كتير مريبة. مش شايف كده؟ الصورة بتتجمع ببطء بس ما حد شايفها. فضل جوناثان يشتغل وقدر يتغلب على كرهه للقلعة وعمل فيها مشاهد كتير ناجحة، وقربت مشاهد ترانسلفانيا تخلص وهيرجع وطنه ومع الممثل الموهوب اللي أول مرة يمثل. يا ترى ممثلنا الصاعد عامل إيه؟ هو ما بيتكلمش كتير بس كويس، وملتزم بمواعيد التصوير، بيجي قبلها بساعتين وبيمشي بعدها بساعتين، أصله ساكن قريب من هنا ومش متجوز وما عندوش أطفال. وليه مش قاعد هنا مع فريق الفيلم؟ هو مش اجتماعي وما بيحبش الاختلاط، بس واضح انه بدأ يغير عاداته وبقى يحب الاختلاط بالامريكان. الامريكان بطبعهم مش متحفظين وبيميلوا للمرح والدوشة، لكن طباع التحفظ والانغلاق دي لايقة على الانجليز، وده سبب سخرية الامريكان من الانجليز بنات الامبراطورية اللي ما بقتش موجودة. جهزتي كل حاجة لمشهد الحفلة؟ كل حاجة جاهزة، بس المشهد هيبقى صعب لأن فيه مجاميع وتكوين التتابع هيبقى مشكلة. أمال أنا بعمل إيه هنا؟ وبدأ الشباب يوصلوا، مجموعة شباب روماني من الجنسين أكترهم بيتكلم إنجليزي كويس، وكانوا متحمسين لفكرة ظهورهم على شاشة السينما في هوليود، مع احتمال ضعيف إنهم هيقدروا أصلاً يتفرجوا على نفسهم لأن الحكومة مش هتسمح بعرض الفيلم. بدأ جوناثان يراجع الأحداث مع المساعدة بتاعته بس ما كانش مرتاح. الطقوس اللي هتتعمل على تابوت الكونت دي مش مريحاني، حاسسها مفتعلة جدا كأنهم أطفال بيلعبوا. أنا عايز حاجة تبان أوريجينال أكتر من كده. وهنعمل الأوريجينال ده زي؟ اسألي إيزاك، دايما بيبقى عنده حل. وجه إيزاك المتحمس وكان عرقان جدا كعادته بعد ما قضى أسود أيام حياته مع الشباب اللي محدش منهم شاف كاميرا قبل كده، والحقيقة إنها كانت أسود أيام حياته وأهمها فعلا. ممكن أسأل الغادر التسجاني، في واحد منهم في البلد، الناس دول كانوا بيمارسوا السحر أو على الأقل كان عندهم قريب بيمارسوا. أنا عايز تفاصيل كاملة ودقيقة، الحاجات دي مش مهمة للمشاهد الأمريكي، بس مش عايز واحد أمريكي من أصل روماني أو كان ساحر أو مصاص دماء يطلع يقول ان اللي قدمناه في الفيلم ده كلام فارغ. إيزاك ما فهمش كلام جوناثان بس فهم حاجة واحدة، انه لازم يكون دقيق، ورجع بعد يومين ومعاه 3 ورقات مليانة تفاصيل، من اول دم الطائر اللي هيسيل على التابوت وشمعة سودة إلخ إلخ، وباقي التفاصيل اللي من نوع ده واللي اكيد انت عارفها يا دكتور رفعت. عملوا بروفات على المشهد وبعدها قرر جوناثان يبدأ التصوير. نام يوجين أولاف في التابوت ورفعوا الغطا شوية برافعة معدنية عشان ما يتخنقش، وقرر جوناثان أنه يصور المشهد ده بـ3 كاميرات لأنه معقد وبعدين يبقى يختار أفضل لقطات. وبدأت الكاميرات تدور، الشباب بيتجمعوا حوالين التابوت بيتكلموا ويهزروا بالروماني، وبنت بترقص بهستيريا. الحوار ده كتبه إيزاك بالروماني زي ما طلب المخرج، زي ما طلب بالظبط. بيقف ستيفن اللي بيعمل دور خادم دراكولا وسط الشباب وبيشاور لهم بإيده عشان يسكتوا. لحظة يا شباب، عندي حاجة هتزود ليلتنا إثارة. هتمارس السحر الأسود؟ حاجة زي كده. وبدأت الطقوس، دبح الطائر، الشمعة السوداء، النجمة الخماسية الملعونة على الأرض. وقف ستيفن على رأس التابوت وفرد دراعه وبدأ يتكلم بالرومانية. كان حافظ الكلام كويس مع انه مش فاهم منه حاجة، بس كان عارف امتى يتحمس وامتى يوطي صوته لدرجة الهمس، وكأنه ممثل شكسبيري بيلعب دور ما يعرفش عنه اي حاجة. حس كل اللي واقفين برعشة غريبة. الحقيقة ان صوت ستيفن وكلامه اللي مستحيل حد يفهمه مع الاضاءة الخافتة والهدوء التام كان ليه تأثير التنويم المغناطيسي، وكل اللي قدام الكاميرا وراها حسوا بنفس الإحساس. هو ده تمثيل؟ ده اللي كان بيدور في دماغ جوناثان اللي كان عايز يقول للممثل إنه عبقري وإنه أحسن مخرج. بس كان في حاجة مش مريحة في كل ده،
لحد ما سمعوا صوت الأنين وبدأ غطى التابوت يتحرك. كات. جوناثان وقف التصوير لأن تناغم المشهد باص، وراحوا كلهم ناحية التابوت اللي اتفتح لحد نصه عشان يزيحوه ويساعدوا أولاف يخرج منه. إزاي الغطا التقيل اللي بيحتاج تلات رجال عشان يزيحوه اتفتح؟ خرج أولاف من التابوت وكان مذعور أو مذهول واستأذن ومشي بسرعة. ليه وقفت التصوير؟ كان المفروض إن الغطا هيتفتح. كان هيتفتح شوية بس مش دلوقتي، وكان العمال اللي مشغلين الرفعة هما اللي هيفتحوه، مش هيتفتح لوحده. تاني يوم اختفى أولاف، دوروا عليه في كل حتة وملقوهوش، وكان جوناثان في أسوأ حالاته، متوتر عصبي. اختفاء الممثل الرئيسي خلي كل اللي تصور ملوش لازمة. اتصل بالشرطة بس ما اهتموش بالموضوع، هما مش بيهتموا إلا بالحوادث الكبيرة، ودول بالنسبة لهم مجموعة أغنياء بيدوروا على واحد يعمل دور دراكولا. وبعدين اتصل بالفريق اللي في الولايات المتحدة عشان يبلغهم بالكارثة، وحاول يفهمهم انه ما قتلش الممثل ولا خباه في جيبه، بس الشغل ما فيهوش مجال للعواطف والأعذار. وكان سامع صوت ويلي عبر المحيط بدون هاتف بيصرخ فيه ويقول له: ومستني ايه يا غبي؟ دور على ممثل تاني بسرعة، ولازم تعيد تصوير المشاهد في وقت قياسي، انت اصلا متأخر على جدولك، انا مستني منك معجزة. هعمل كده فورا. جوناثان كان عارف ان مستقبله انتهى، محدش هيديله فيلم تاني حتى لو كان عن المجاري. المشكلة اللي ملوش ذنب فيها هتعمل قلق حواليه، ومحدش هيهتم يعرف مين الغلطان. قعد جوناثان مع ويلما يحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه. شوية المشاهد اللي ما ظهرش فيها أولاف ومشهد الحفلة اللي كان مفروض يظهر فيه بشكل عابر، كل ده ممكن يتظبط في المونتاج. أعتقد إننا هننجح مع إننا رجعنا تاني ندور على ممثل. هنلاقي ممثل بس لازم تتنزل شوية، ما بقاش عندنا وقت زي الأول. جدتي كانت تنفع للدور ده، لو كان ينفع أجيبها كنت أنقذت الموقف، بس ماتت من سنتين. وبكده استقرت الأمور من تاني، ورجعوا تاني يدوروا عن شخص ينفع لدور الكنت. وفي اليوم الخامس ظهر أولاف. كان ظهوره درامي لدرجة ان جوناثان كان حاسس انه هيعيط، ولولا شكله قدام الناس كان اترمى في حضنه وعيط على كتفه. وبعد ما رحبوا برجوعه سألوه ليه اختفى بالطريقة دي. أسباب دينية يا بص. دينية؟ أنا منتمي لجماعة بتمارس ديانة خاصة، الناس هنا مش معترفين بيها، ودي مناسبة دينية عندنا لازم نعتزل فيها في جبل زراندولي. سيطر جوناثان على نفسه عشان ما ينفجرش فيه. وطبعا ما تكلمش معاه عن الشرط الجزائي اللي في العقد تجنبا للمشاكل، لانه فعلا بقى تحت رحمته. كان ممكن تقولي محدش بيروح يتعبد فجأة. لازم التعبد يبقى فجأة يا بوس. جوناثان ما كانش قادر ينفعل اكتر من كده، وإلا هتجيله سكتة قلبية. وحاول يقنع نفسه ان اسوأ ما في الموضوع عدى خلاص، ورجع النشاط من تاني للتصوير. بس تاني يوم سمع جوناثان وهو بيشتغل همسات بين الرومانيين، وانتشر القلق وحس ان في مشكلة هو ما يعرفهاش. إيزاك في ايه؟ في جثة. افتكرت الموضوع خطير. بتقول جثة؟ جثة مين؟ جثة واحد من بتوع الكهرباء الرومانيين، لقوها الصبح ورا الجبل. بلغتوا البوليس؟ ايوه، وجايين في السكة. خلينا فهمك بس الاول ازاي الوفاة مش طبيعية. هما لقوا خرمين في رقبته، والجثة ما كانش فيها دم خالص. بلاش سخافة، مش عشان بنعمل فيلم عن مصاص دماء تيجي تقولي الكلام ده. مش انا اللي بقول، الجثة اللي بتقول. جيري جوناثان ودخل بين الاهالي المتجمعين حوالين الجثة اللي مش ممكن تصدق وجودها غير لما تشوفها بعينك.
ساعتها افتكر جوناثان جدته اللي كانت مريضة بسرطان المعدة وكانت بتنزف دمها كله من الفم والشرج. كان بيخاف يدخل اوضتها في اخر ايامها عشان ما يشوفش وشها المصفر اللي لو كنت عصرته مش هتنزل منه نقطة دم واحدة. ده نفس المشهد بس اللي مخليه مرعب الثقبين اللي في الرقبة. هما مصاصين الدماء حقيقيين؟ هو عارف انهم حقيقيين بس مش بالشكل الاسطوري اللي في السينما او في القصص. هما مش وطويت بشرية بتنام بالنهار وتصحى بالليل وبتموت لو حد غرس وتد في صدرها. وهم مرضى نفسيين بيحبوا طعم الدم مش اكتر. بعض حالات البورفيريا بيحتاجوا للحديد وبياخدوه بأبشع طريقة. ولو زودنا ملامح مريض البورفيريا بشحوب ملامحه وتسلخ جلده وعينيه الحمراء واسنانه المدببة وخوفه من الضوء، هنقدر نعرف ازاي اتولدت اساطير مصاص الدماء والمذئوبين. كان الرومانيين بيرددوا كلمة واحدة: فامفيري. ما كانش محتاج عبقرية عشان يعرف ان معناها مصاص دماء. هي شبه فامباير. باختصار كان يوم صعب، خاصة لما جت الشرطة وحققوا معاهم كلهم، لكن أولاف كان اختفى. وعرفوا ان الكهربائي اللي بيسموه في السينما الأمريكية الفتى الأفضل أو بيست بوي، ساب زمايله في المعسكر بالليل وراح ورا الجبل يلبن داء الطبيعة، مع ان في حمام بس للأسف الناس دي بيروحوا لقدرهم بإصرار غريب. وعدت ليلة سودة تانية. جوناثان كان قاعد في المقطورة بتاعته وحاسس انه ملعون وان الكون كله بقى ضده عشان ما ينجحش. وطبعا اصحاب الشركات مش هيهتموا بقصة اختفاء اهم ممثل عشان عيد ديني، ولا بمصاص الدماء اللي بيتسلى بمص دم فريق الفيلم. كل اللي يعرفوه ان جوناثان بيكر فشل في اول تجربة بميزانية ضخمة. الصبح الساعة 8 سمع حد بيخبط على باب مقطورته. لما فتح الباب لقى إيزاك معاه راجل رفيع أسمراني له شنب طويل أبيض نازل لحد رقبته، لابس هدوم ألوانها مبهرجة ولابس بوت في رجله وشايل على كتفه شنطة شكلها تقيل وماسك طاقيته وضممها لصدره في احترام. الراجل ده من غجر التسجاني، هو اللي قالنا على الطقوس، هو عنده حاجة مهمة لازم تعرفها. سمح جوناثان للراجل يدخل وهو مستغرب شكله وبص لإيزاك نظرة معناها ايه المخلوقات الغريبة اللي جايبها لي دي. فبصله إيزاك باعتذار. قعد الغجري على كرسي في وسط المقطورة وبدأ يتكلم برومانية وإيزاك بيترجم كلامه. احنا غجر التسجاني، كنا بنخدم الكونت دراكولا من وقت ما كان اسمه فلادا دولاتشي، وكان عايش هنا ونعرف أسرار كتير علشان الكونت منحنا ثقته، وكنا عارفين من فترة انه بيحاول يرجع وعلامات رجوعه ظهرت بشكل واضح. كنا عارفين انه هيجيلنا كشخص عادي ولازم نعمل الطقوس فوق التابوت اللي هينام فيه، وده هيرجع له قوته كاملة وهيتحول لفانفيري ويقدر يطير ويخترق الحجب بنظره، وهيكون عنده قوة خارقة محدش يقدر يقف قدامها. ممكن تختصر؟ ياريت تيجي معايا دلوقتي لحد الجبل، في حاجة لازم تشوفها. والموضوع ده ما يستناش لحد ما خلص تصوير؟ لا لا، مستحيل نعمل كده بالليل. اتحرك التلاتة ناحية منحدر وصلهم لحفرة حواليها حجارة يمكن تكون من القرون الوسطى أو أقدم لما كانوا الرومان محتلين المكان. كان في فتحة في الجدار مد الغجر يقيده فيها وقطع النبات والأعشاب اللي كان مغطيها لحد ما لقوا قدامهم تابوت خشب فطلعوه من مكانه. ايه اللي جاب ده هنا؟ شكله مش اثري. مد الغجري ضوافره اللي زي المخالب وخلع الغطا اللي كان مش متثبت كويس، وفي ضوء الشمس عارف جوناثان اللي كان نايم جواه. كان أولاف، كان نايم، لا كان ميت، لا ما كانش ميت، لا ما كانش ميت، وكان على شفايفه نقط دم وما كانش دمه هو. زي ما قلتلك رجع بكل قوته،
الطقوس اللي عملتوها رجعته للحياة. كنتوا فاكرين انكم بتمثلوا، بس هو كان محتاج الطقوس دي، وهو دلوقتي بينام هنا الصبح وبيقوم بالليل يدور على اللي هيوقعه حظه في طريقه. جوناثان كان بيترعش طبعا، محدش يقدر يلومه، وقرر يحتفظ بدور البوس زي ما كان أولاف بيناديه. أنا مش فاهم، يعني ده الكونت دراكيولا بنفسه؟ هو ده اللي بتحاول تبيعه لي؟ لا، ده تجسيد تاني لي. أنا عرفت القبر بسهولة لأن الطيور ما بتطيرش أبدا في مكان فيه قبر مصاص دماء. وليه عمل اللعبة دي؟ كان ممكن يلاقي حد يعمل له الطقوس دي غيرنا. ما كانش حد هيرضى، ده غير انه ما كانش يقدر يدخل القلعة من غير مساعدتكم، لانه وقتها ما كانتش قوته اتطورت، كان مجرد شخص عادي. وليه بتقولي كل ده؟ احنا عرفنا الطقوس دي منك، يعني انت معاه. كنت مجبر على كده، بس دلوقتي مش هشيل ذنب دم الضحايا اللي هيموتوا. انا بعترف باللي عملته وعايز فرصة اصححه. وهو ليه مش بيبات في التابوت اللي في القلعة؟ عشان الزحمة اللي جوه، ده غير انه معرض طول الوقت ان حد يفتح التابوت عشان التصوير. وانت هتصلح الغلط ازاي؟ فتح الغجري شنطته وطلع منها مطرقة ووتد وسكينة كبيرة. مستحيل تعمل كده، دي جريمة قتل. ايه ده بس، مفيش محكمة في العالم هتتهم اللي نايم في التابوت ده بانه مصاص دماء، بس احنا عارفين ده دلوقتي. عندك شك في حقيقة اللي شفناه؟ هو ده الحل الوحيد. انا مش هعمل كده. ما يعملش هو كده ليه مادام ضميره مرتاح؟ هو ضميره مرتاح، بس كان فاكرك عايز تعرف ايه اللي حصل للممثل بتاعك. هو ميت فعلا ودفن نفسه. كل اللي هنعمله اننا هنصحح مسار الطبيعه ونريحه للابد، ومحدش هيعرف حاجه. انتوا مجانين. احنا في ترانسلفانيا مش في لندن. نفس الجمله اللي قالها الكونت دراكولا في قصه برام ستوكر. سمع بعد كده صوت دق على الوتد، وصوت اللحم بيتقطع والعظم بيتكسر. كان شيء بشع، والصوت كان أبشع من المشهد نفسه. فجري ناحية المقطورة وهو بيسد ودانه. فضل طول اليوم في مقطورته بيتحجج بالتعب، بس اللي حصل ما كانش بيفارق خياله. وفي نص الليل سمع خبط على الباب، ولما فتح لقى إيزاك وكان شكله مرتاح وراضي عن نفسه وعن الحياة. خليك واثق إننا كده ريحنا. جوناثان ما كانش قادر ينسى إن إيزاك قطع راس شخص وغرس وتد في صدره، وبرغم كده شكله هادي ومبسوط. دفنتوه مكان ما لقيتوه؟ أيوه، بس حشينا بقه بالتوم، مع إنهم أحيانا كانوا بيحرقوا الجثة، بس ده كان حلفت النظر. دي حاجة حلوة قوي، ندور على واحد يعمل دور دراكولا، ولما نلاقي واحد هايل يطلع مصاص دماء بجد، واحنا بحماسنا الغبي في التصوير اديناه قدرة خارقة. ده اللي حصل للأسف. هندور دلوقتي على ممثل تاني؟ انت لسه ما فهمتش، انا مش عايز اسمع ولا كلمة عن الفيلم الملعون ده. خلاص، شغلي ومستقبلي انتهوا، ومن بكرة هدور على شغلي في مغسلة عربيات او حتى اوزع جرايد، ومش عايز ولا كلمة عن الفيلم الملعون ده. مش عايز اضايقك، بس في فرص تانية. الغجري قدر يتخيل اللي حصل، بس غلط في شوية تفاصيل. الموضوع ما كانش ليه علاقة بمحاولة دراكولا للرجوع، الموضوع كله في العباية اللي كانت مع الغجري. اللي قدامك دي عباية مصاص دماء بجد، واضح ان فيها لعنة، بس الغجري ما كانش يعرف خطرها عشان كده ادهالي، مع انه كان بيشمئز منها وعمره ما تجرأ يجربها. لما أولاف جالك ما كانش مصاص دماء وما كانش متآمر، كان مجرد شخص مظهره مميز وعايز يمثل في فيلم أمريكي، بس بدأ يتغير لما لبس العباية وبدأ يتحول بالتدريج. والطقوس دي ما كانش لها أي دور، مع إنها خلته يفتح التابوت بقوته المخيفة. بص كده. رفع جوناثان عينيه وشاف أبشع منظر شافه في حياته كلها. وش إيزاك كان مختلف، ودانه طويلة ولينا بين طوال بينين من شفايفه. أنا جربت العباية قدام المراية على سبيل الهزار، وقتها بس عرفت السر.
وتحولي اكتمل الليلة. نط جوناثان وقف فوق السرير وبدأ يعيط بصوت مبحوح وما كانش قادر يصرخ. بدأت من النهاردة وتخلصت من منافس، بس ما تخافش أنا هسيبك وأدور على دم تاني. أحب أبدأ حياتي كفانفيري بدم روماني خالص، بس أنصحك تتخلص من العباية دي، لعنة الأجيال بيتوارثوها، فما تخليش حد يعيشها بعدي. ولما رفع جوناثان عينيه ما شافش إيزاك. مين عارف، يمكن بيتهيأله، يمكن بيتهيأله، أصل تأثير الدموع على العين بيكون شديد قوي. الواجهة الثانية، ابن أبراكسس. مد مازن يده ففتح الواجهة وتناول منها العباءة السوداء وفردها على ساعده كما يفعل تاجر الجلود بقطعة من جلد ثعبان، وقال في تأمل أقرب إلى التلذذ: إيه رأيك؟ وانت عرفت القصة دي ازاي؟ أنا مش هاوي يا دكتور رفعت، أنا عشت حياتي بدور على الحقيقة، وادي الحقيقة قدامك اهي. بس دي حقيقة غريبة شوية. تحب تجرب العباية؟ الإجابة اهي قدامك، لو تحولت المصاص دماء تبقى القصة حقيقية، لو ما تحولتش تبقى كذب. أنا منكرش إن الموضوع مش مريح وإن العباية هالتها النفسية تقيلة. ويا ترى أنت اتجرأت ولبستها؟ ابتسم ابتسامة غامضة ولم يرد، فقد اتجه إلى الواجهة الأخرى، وقلت لنفسي لقد ارتداها، بالتأكيد ارتداها، لكن ماذا كانت النتيجة؟ وأمام الواجهة الثانية وقف لحظة ثم أشار إلى محتواها. هناك جنين كامل محفوظ في سائل الفورمالين، لا مشكلة هنا، الأمر أقرب إلى متحف الطب الشرعي في أي كلية طب بها متحف طب شرعي، لكن لابد أن هناك قصة ما تحيط بهذا الجنين. أما بقى النوع الثاني من الرعب هتعرف طرازه على طول.